بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا متابعين الكرام. احتفل محمد صلاح بعيد ميلاد ابنته مكة بملابس أبطال الخارقين. احتفل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد ابنته مكة، حيث نشر عبر حسابه على انستغرام صورة له مع ابنته وهما يحتفلان بعيد ميلادها مرتديان ملابس أبطال خارقين، صاحبها بتعليق عيد ميلاد سعيد لأميرتي. من ناحية أخرى، أكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أن مواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد دائما ما تكون مباراة صعبة، لأن إيفرتون فريق مميز ولديه مدرب رائع. ورغم أن الريدز لم يخسر أمام غريمه اللندني التقليدي خلال المباريات الثمانية الماضية، ولكنه لم يفز سوى في 4 مواجهات منها. وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية أن بالطبع الأمر مختلف، ولكن في النهاية إنها مباراة عليك التأكد من أنك تفعل الأشياء الصحيحة. محمد صلاح يحتفل مع ابنته مكة بعيد ميلادها بملابس أبطال خارقين. كل سنة وانت طيب يا محمد، انت ومكة، نتمنى لك التوفيق، نتمنى لها النجاح في حياتها بإذن الله. ياريت تدعمونا بلايك، محب محمد صلاح ادعمونا بلايك للفيديو، ما تنسوش ضروري ضروري تدعمونا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.